أقيم مركز المبادرات والأعمال في سخنين والمنطقة بمجمع سخنين مول، ونحن موجودين في الطابق الثاني. إحنا اليوم نقام المركز كلياته بدعم من وكالة المصالح الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد، وكمان في دعم سلطة التطوير الاقتصادي في وسط الأقليات لتوفير غرف ومكاتب مخصصة للمصالح التجارية اللي هي في بداية مشوارها. أهداف المركز طبعا المساعدة في تكوين وإنشاء مصالح اقتصادية جديدة اللي هي للمبادرين الجداد، اللي هن في بداية طريق عندهم نوع خدمات معين اللي من المفروض يكون مميز، اللي بيقدروا يجوا بياخذوا عنا الغرفة على فترة 18 شهر سنة ونص، وإحنا هنا بنعطيهم طبعا رزمة خدمات. رزمة الخدمات إحنا عمالين بنحكي على استشارة دائمة، على مثلا دعم تمويل بعرضوت مدينة كفالة الدولة، طبعا احنا بنعطيه كمان توجيه مساعدة تشجيع، بنعطيه مرافقة للمبادرين لإلتقاء المشروع من مرحلة الفكرة وصولا لمرحلة التنفيذ. احنا في بيكون عندنا ارشاد وتوجيه المبادرين بمعلومات مهنية المواضيع اللازمة لتطوير المشروع نفسه، تشبيك بين المبادرين، بين صناديق تمويل، بين مؤسسات داعمة، بين جهات مختصة في بإيش بيختص المشروع نفسه. طبعا في عنا هنا احنا مكاتب مؤثثة مجهزة بجميع الخدمات الأساسية من الكهرباء للتكييف، لا عندنا كمان مفروش طاولة وكراسي وشغلات، بس مجرد انه الشخص صاحب المبادرة او صاحب المصلحة يجي وياخذ المكتب بيجي جاهز طبعا مجهز. اللي في عندنا كمان خدمات لوجستية إدارية وسكرتارية، في عندنا قاعة محاضرات مجهزة لاستيعاب اكثر من 20 شخص هنا عندنا موجود في المركز، استشارة زي ما قلنا، تدريب وتأهيل، توجيه. طبعا في كثير فعاليات اللي احنا رايحين نعملها هنا لرجال الاعمال في الفتره القصيره احنا بلشنا نشتغلها. في عنا دورات طبعا تعليميه مهنيه بشتى المجالات، من الفينانس للاداره للتسويق لانتاج لاداره حسابات، اداره الحسابات في البنوك صح، كل الموضوع تبع استيراد وتصدير. فهاي الخدمات كلياتها احنا رايحين نعطيها في هذا المركز، وبندعي كل اصحاب المصالح في المنطقه في سخنين والمنطقه بيقدروا يجوا لعنا يصلوا على المركز وياخذوا كل الخدمات هاي الموجوده. طبعا كل الخدمات هي مسوبسيدت كلياتها في اسعار مخفضه،